الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه فضل الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام. استفتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للسنة النبوية في الوارد في مراسلاته ومكاتباته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم قال: باب فضل الإسلام. ومقصود الترجمة بيان فضل الإسلام، وهو ما اختص به من المحاسن. وأصل الفضل الزيادة، فالمراد بيان المحاسن التي زاد بها الإسلام على غيره، فالمراد بيان المحاسن التي زاد بها الإسلام على غيره. وذكر المصنف فضل الإسلام قبل بيان حقيقته لتتشوف النفوس إليه وتتطلع لمعرفته. وذكر المصنف فضل الإسلام قبل بيان حقيقته لتتشوف النفوس إليه وتتطلع إلى معرفته. ومن سنن العرب في كلامهم تقديم فضل الشيء إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة، ومن سنن العرب في كلامهم تقديم فضل الشيء إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة. ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. فتقديم فضل الشيء قبل بيان حقيقته له موجب وشرط. فتقديم ذكر فضل الشيء قبل حقيقته له موجب وشرط. فموجبه إرادة التشويق إليه، فموجبه إرادة التشويق إليه، وشرطه أن تكون حقيقته مكشوفة معلومة، وشرطه أن تكون حقيقته مكشوفة معلومة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، قال: هل نقصتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. أخرجه البخاري. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة،
انتهى. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله تعالى، إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، وإثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغتدلين. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، فبلوغ الكمال فضل، وكون المكمل له هو الله غاية الفضل. فبلوغ الكمال فضل، وكون المكمل له هو الله غاية الفضل. فكمال الإسلام دال على فضله من جهتين، أولاهما كونه كاملا، فإن الكمال دال على الفضل، والأخرى كون مكمله هو الله سبحانه وتعالى. وثانيها في قوله تعالى: وأتممت عليكم نعمتي، فأجل نعمة الله علينا الإسلام، فأجل نعمة الله علينا الإسلام. فمن فضل الإسلام أنه أجل النعم الإلهية، فمن فضل الإسلام أنه أجل النعم الإلهية وأعظم المنن الرحمانية، وأعظم المنن الرحمانية. وثالثها في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن فضل الإسلام أنه الدين المرضي لنا من الله، فمن فضل الإسلام أنه الدين المرضي لنا من الله. وما عداه مبغض مسخوط عليه، وما عداه مبغض مسخوط عليه. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والدليل الثاني قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: من ديني، وهو الإسلام، مع قوله: أعبد الله. فمن فضل الإسلام أن المعبود فيه هو الله وحده، فمن فضل الإسلام أن المعبود فيه هو الله وحده. فإن في النفوس ضرورة داعية للافتقار، فإن في النفوس ضرورة داعية إلى الافتقار إلى من تألهه وتعظمه، إلى من تألهه وتعظمه، ولا يسد
تلك الضرورة إلا عبادة الله، ولا يسد تلك الضرورة إلا عبادة الله. فمن فضل دين الإسلام أن تلك الضرورة من العبادة يتوجه فيها الخلق إلى المعبود الحق وهو الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء المرتب على الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء المرتب على الإسلام مما يدل على فضله، مما يدل على فضله. فتعظيم أجره عنوان فضله، فتعظيم أجره عنوان فضله. فالإسلام في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله، فالإسلام في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله، والجزاء في قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فالجزاء المذكور عليه ثلاثة أنواع، فالجزاء المذكور عليه ثلاثة أنواع. أولها أن يؤتيه الله كفلين من رحمته، أن يؤتيه الله كفلين من رحمته، والكفل الحظ والنصيب، والكفل الحظ والنصيب. فله حظ ونصيب من رحمة الله في الدنيا، وله حظ ونصيب من رحمة الله في الآخرة، فله حظ ونصيب من رحمة الله في الدنيا، وله حظ ونصيب من رحمة الله في الآخرة. وثانيها أن يجعل الله له نورا، أن يجعل الله له نورا يهتدي به في الدنيا إلى سبل السلام، يهتدي به في الدنيا إلى سبل السلام، ويهتدي به في الآخرة إلى دار السلام، ويهتدي به في الآخرة إلى دار السلام. والمراد بسبل السلام أنواع الطاعات، والمراد بسبل السلام أنواع الطاعات، ودار السلام الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. وثالثها أن يغفر الله له في الدنيا، أن يغفر الله له في الدنيا والآخرة، أن يغفر الله له في الدنيا والآخرة. وسياق الآيات عام في كل من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختص بالمؤمنين من أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يختص بالمؤمنين من أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالأجر المذكور عام لجميع المؤمنين بالإسلام، والمرجح عمومه على خصوصه ملاحظة السياق، والمرجح عمومه على خصوصه ملاحظة السياق، فإن سياق الآيات متعلق بمن بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف أديانهم،
من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين عبدة الأوثان، فإذا آمنوا ودخلوا دين الإسلام حازوا الأجر المذكور. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، فإن هذا الإطلاق يأتي على معنيين، فإن هذا الإطلاق يأتي على معنيين: أحدهما إرادة كتاب مصنف في الصحيح، إرادة كتاب مصنف في الصحيح، والمعهود عندهم هو صحيح البخاري ومسلم، والمعهود عندهم هو صحيح البخاري ومسلم اتفاقا أو انفرادا، اتفاقا أو انفرادا، فربما قيل وفي الصحيح وكان المراد أن الحديث عندهما معا أو عند واحد منهما، والآخر إرادة جنس الحديث الصحيح، إرادة جنس الحديث الصحيح بأن يكون محكوما عليه بالصحة، فربما وقع في كلام أحد وفي الصحيح لا يريد الكتاب المصنف فيه، بل يريد أن الحديث المذكور ثابت داخل في شرط الصحة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ذلك فضلي، فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل عنده من العصر إلى غروب الشمس، فأعطاه عطاء أوفر وأكثر من غيره، فكان أقل عملا وأكثر عطاء، فله قيراطان من الجزاء مع قلة العمل. وهذا مثل ضربه الله لهذه الأمة، فإنهم في وجودهم بالنظر إلى الأمم قبلهم كأنهم آتون في آخر اليوم، فجاءوا بعد الأمم كلها، ومنها أمم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ثم جعل الله عز وجل لهم من الأجور والفضل ما ليس لمن تقدمهم، فهم الآخرون وجودا السابقون أجورا. والقراط المذكور في الحديث هو النصيب، والقراط المذكور في الحديث هو النصيب، وله تقدير عند أهل المعايير، فيقدرونه بنصف سدس الدرهم، فيقدرونه بنصف سدس الدرهم، ذكره الجوهري وأبو الوفاء بن عقيل. والمراد هنا معناه باعتبار الأصل وهو الحظ والنصيب، والمراد هنا معناه باعتبار الأصل وهو الحظ والنصيب.